ولع لي يا زميلي. وماله؟ في مصلحة تعض فيها معايا؟ أعض؟ ما أعضش ليه؟ ارغي. المعلم أبو لغم بيصبح عليك وبيقول لك في واحد في زنزانتك عايزين نفسحه. وأنا إيه المصلحة اللي هتعود عليا؟ 10,000 جنت، نصهم في أول عملية والنص التاني بعد ما تخلص. وده مين ده بقى اللي أمه هتلبس عليه أسود بالصلاة على النبي؟ حسام الهلالي. له خير ان شاء الله. انت تعرفه ولا ايه؟ ايه اللي اعرفه؟ ده اعز قعد قائل. حلوه ده يا صاحبي. سلام. سلام. والله وقعت على حجر يا حضره الصابر. انت تلاقيك بتحب 16 واحده عريان في وقت واحد، نصاب في الحب يعني. لا مش قوي يعني، بس في منهم اللي كنت ايه بنصب عليهم وبحبهم في نفس الوقت. وسخ. عملت لك ايه انا؟ عملت لك ايه؟ حاطط نيرك من نيري ليه؟ انا لو عايز اذبحك دلوقتي هذبحك، بس انا مش وسخ زيك. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ انتوا الاثنين حبس انفراد عشان تبطلوا تتخانقوا مع بعض. يلا خدوا. يلا يا باشا. هو خلاص مش عايز ولا كلمه. بقيت احب الحبس الانفرادي عشان بشوفك يا سلمى. محدش عملها قبل. الناس طول عمرها بتترجى الرحمة مني ما برحمهاش، وعمري ما احتجت لحد. تيجي انت تعلم عليا؟ جميلك ده على راسي يا عمهم. ومن النهاردة يحرم عليا اذيتك لهم الدين. يعني خلاص لعله اصحاب واخوات وحبايب ولا هتغدر؟ انا بفهم في الاصول. وعلى فكرة بقى، انا كنت مزقوق عليك وواخد عربون كمان. مزقوق عليا؟ مين اللي زقك؟ الواد زين. زين؟ ومين اللي زق زين ده؟ واد اسمه ابو لغم. ابو لغم وزين. بقول لك ايه؟ سيبك من ابو لغم وسيبك من زين. قول لي لعل ايه اللي حدفك الحدفه السودا دي؟ ما تقوليش انا ماليش دعوه، انا بتاع الصعيد وكانت القضيه 6 شهور، انا افتكرت. طمعي وغباوتي. ما انت عارف انا طول عمري شغال في البلطجه، قلبت التخصص وقلت اشتغل في النصب، طلعت الطلعه والتانيه وللاسف بقى في التالته وقعت وشرفت هنا 5 سنين. ما دي غلطتك يا اخي العلو. هو سكتنا له دخل بحماره. كنت ماشي في البلطجه والاشياء بونبون، ايه اللي خلاك تغير الكارير بتاعك؟ النصب ده فلسفه، علم، شياكه، اخلاق. دخلت بالحمار، خليه يلبس البس. سيبك منه يا معلم، ما يوقع الا الشاطر. عندك حق يا ده بوب، ما يوقع الا الشاطر. يا حسام باشا، انا عايز اقول لك على حاجه. ما تزعلش مني والنبي على اي حاجه انا عملتها في حق الغلط وعلى ماده ايدي اللي عايزه تتقطع دي. سماح يا سيدي ولا يهمك. احلى واحده كوكو في الدنيا. طب بمناسبه القعده العائليه دي، مش عايزين تصالحوني انا كمان؟ صحوا صفحه جديده معايا؟ ايه؟ في حاجه بس استاذ العلو كان واخدها مني في الاول خالص. نظاره مش شايف اي حاجه خالص. لعلو عشان خاطر حسام باشا النضارة. ربنا يكرمك يا رب حبيبتي، وحشاني قوي. ايه ده 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 ايه يا عم؟ في ايه؟ شايف عفاريت ولا ايه؟ ايه المنطقة المعفنة اللي احنا قاعدين فيها دي؟ لا لا لا، خدها يا استاذ. خد ايه؟ خد ايه؟ البس، انا تعبت من جرجرتك طول النهار.